على الشطر الثالث أو الفصل الثالث من فصول الربع اليمين بيعرفوا. لا هذا تكرار. هلا حكينا عن محمد. طب وقال محمد ماله يا أخي؟ خلينا نحكينا كلمتين عن آل محمد وبآله. ماذا؟ شو يعني آل محمد؟ مين آل محمد؟ أصحاب العراء الخمسة مثلا؟ الإمام الأئمة الاثنى عشر ممكن كثير. هذا الكلام الأئمة وبآله، بس هدول شو عم يقولنا؟ وبآله النهج الصدوق لآدم. ترى بدكم تعاونوني بدكم تعاونوني تفهموا لهالشطر الذي جاء مع الفجر. وبآله يعني بآل محمد النهج الصدوق لآدم. لك أظن محمود غنوم وأنا عم بمشي اليوم بيجيب لي كتاب. وين محمود؟ محمود غنوم رسام وفنان ومن الأكابر المنتبهين. هذا كتاب من 17 كتابا. الكتاب 17 كتاب اسمه لخاطر آدم. وفي موقع اسمه موقع فور آدم سيد لخاطر آدم، نزل فصل من سيرة محمد ببلاغة علي وجاء بها هدية لهذا اليوم. اليوم شفت لها الإخراج من كتابي لخاطر آدم، بس هذا اليوم أخرجه السيد محمود غنوم وجاء به ونحن نمشي. وأسأل أكرم الأكرمين القبول والمباركة والشفاء بالمشاركة، والحمد لله رب العالمين. وأسأل علي أفقر الفقراء يتمس الدعاء في آخر الكلام. فإذا وبآله ماذا؟ وبآله النهج الصدوق لآدم. وصلنا على الصادق، لأن الصدوق تأخذنا إلى الصادق. إذا هذا كتاب جديد مأخوذ من تفسير نهج البلاغة ذي الفقر وشرحه العصري، وهو هذا الكتاب تفسير لثلاث فقر من فقر 41 من الخطبة الأولى التي فسرت بعشرة كتب، هذا سابعها. ما أعرف لكم هالكتب العشرة ولا رحباتكم، بس أريد أن أقول لكم إن آل محمد الذين منهم علي كتبوا سيرة لمحمد من هذه الكتابة، كتاب علي بن أبي طالب أول الأئمة وأبوهم، كتب هذه السيرة سيرة محمد ببلاغة علي. سبحان الله. فيكم كمان تشوفون هالكلام فصل منه، الفصل الخامس من هذا الكتاب، فاستطيعون أن تروه على محطة محمود غنوم، محطة حسن قبيسي، محطة فراس سلمان، هذه المحطة التي اسمها فور آدامز سيت. لحد امبارح يمكن أنا فتحت ما لقيت، ما بعرف إذا نزل اليوم. إذا في حديث عنوانه من سيرة محمد ببلاغة علي. طيب بس علي بيحكي عن محمد؟ باب الحسن ما بيحكي، حسين ما بيحكي، زين العابدين ما بيحكي، محمد الباقر ما بيحكي، جعفر الصادق ما بيحكي. خلونا مع جعفر بكمان. جعفر اليوم ولادة جعفر، وعم بيقول وبآله النهج يعني نهج بلاغة الصدوق المار عن طريق جعفر الصادق لآدم. يعني بالتأكيد هذه مثل الشفرة، لما نحط كلمات برباعية أو بكتاب بيكون أقصد من وراء ذلك أمر. تكاتب الكتاب تعرفه مثل الرادو، نعم يعرف أنه أنا لما أحط كلمة وراها اتجاه
الإمام جعفر الصادق يقول: إني أتكلم الكلام على 70 وجها ولي من كلها المخرج. لاحظين، إني أتكلم الكلام على 70 وجها ولي من كلها المخرج. 10 كلمات. يا إلهي، كيف بدي أنا أوقف مع كلمات وأفهم منها 70 معنى؟ لما الإمام الصادق بيحكي كلمة يعني معناها لازم تفهمها 70 عقل، لازم لك 70 عقل حتى تقرأ سيرة محمد بقلم جعفر الصادق، لأن جعفر الصادق بيحكي كلام على 70 وجه وله من كلها المخرج، يعني الدليل المقنع والمودة المقنعة. عظيم. هذا إذا جعفر بن محمد أبو الكيمياء، علم جابر بن حيان الكيمياء، أبو الدعاء، علمنا وعلم الناس شجاعة الدعاء، يعني اطلبوا من الله ما تشاء ولا تستكثروا، إن ربكم قريب ويجيب الدعاء، وعندما أمركم بالدعاء تكفل لكم بالإجابة. وهذه آية مؤيدة، يعني الكلام الصادق كلام الأئمة دائما يكون مؤيد بالقرآن الكريم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. إذا من الآن وبآله النهج الصدوق لآدم. شو علاقة آدم؟ آدم من الأئمة يا أخي. ولك يا أخي طبعا أبو الأئمة، لأنه آدم أبو البشرية كلها. جد؟ تتوافق ولا الكلام؟ يعني ما بيوافق، يعني بيكون موافق مع داروين إنه أصله مش إنسان. هلا بس فعلا شو علاقة الصادق عليه السلام بآدم عليه السلام؟ ليش؟ آدم متهم أكثر من رسول الله، متهم على ذمة جماعة اللي حكوا مع محمد أيام محمد، في منهم قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هو الخطاب خطاب أدبيهم إنه عم بيعرفوا إنه عم ينزل عليه وحي، ولكن حصتهم هن بيشوفوا حالهم بالمراية بيشوفوا مجنون، لأنه كلام فوق العقل، مو كلام عقلاء، كلام أكبر من العقل، لأنه كلام الله. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، طبعاً اللي تقرأ القرآن تعرف ولا ذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. مع ذلك يعترفون له بأنه نزل عليه الذكر، ولكن للأسف إني شايف إنه في صوري أنفسي.